نظم فريق البحرين تستاهل حملة تطوعية لتطهير وتعقيم منطقة سوق المحرق، وذلك تزامنا مع فتح الأسواق التجارية والصناعية اليوم بعد مرور أسبوعين على إغلاقها، إذ شارك في الحملة عدد من السادة النواب والعديد من المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذ فريق البحرين تستاهل عملية تطهير وتعقيم شاملة لمنطقة سوق المحرق التجاري. طبعا هو الفريق التطوعي توجيهات من سيدي ولي العهد سمو الأمير الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حفظ الله ورعاه، توجيهات من سيدي صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى بن سلمان، خلك في البيت وإحنا نخدمك يا شعب مواطنين ومتطوعين لهالأرض الطيبة، كثر ما عطتنا البحرين إحنا اليوم لازم نعطيها، واللي إحنا اليوم نسوي ترى قليل في حقها. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوقائية كإجراء احترازي لحماية مرتدي الأسواق التجارية في منطقة المحرق، إذ شملت العديد من واجهات المحال التجارية بالإضافة إلى تعقيم العديد من المرافق العامة والتي يكثر لمسها أو استخدامها، حيث شارك في هذه الحملة بمنطقة المحرق عدد من أصحاب السعادة النواب بالإضافة إلى أكثر من 70 متطوعاً. مشاركة غير متوقعة، كانت المشاركة تفوق، احنا كان العدد مقتصر حق 30 شخص واللي شاركوا ويانا ما يقارب 75، فهذا يعني دل على حب التطوع وحب العمل في هذه، والكل يبي يخدم البلد هاي الحبيبة. شملت الحملة على توزيع الملصقات التوعوية حول الوقاية من فيروس كورونا بعدة لغات مختلفة من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات، بالإضافة إلى توعية العمالة الوافدة في تلك المناطق، كما ويستمر فريق البحرين تستاهل بإقامة حملات التعقيم المختلفة في عدة مناطق بمملكة البحرين التي تعكس روح فريق البحرين من أجل مجتمع واعي وتهدف إلى تعزيز مسؤولية الأفراد تجاه الوطن. بعد مرور أسبوعين على إغلاق كافة المحال التجارية والصناعية في مملكة البحرين تنفيذا لقرارات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، انطلقت مبادرة فريق البحرين تستاهل لتعقيم منطقة سوق المحرق، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين.